السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناة أم أمين. اليوم معكم فيديو جديد إن شاء الله. نحضروا حلوة بالفلان، كتجي زوينة ولذيذة. غندوزو لطريقة التحضير والمقادير. عندنا زبدة ديال 250 غرام، ثلاثة البيضات هنا فاني ديال التزيين، جوج كيسان ديال الزيت، جوج كيسان سنيدة، جوج حبات ديال الفلون، فلون فريز ولا على حسب اللون اللي باغي نتوما. انا هذا كنستعمل فلون فريز باش تجي اللون ديالها غوزي. عندي جوج خمارات والدقيق حسب الخليط، والطابع خصو يكون بحال هذا الشكل غير باش تجي واحد الرشمه زوينه. ندوزو لطريقة التحضير على بركة الله. ديرو الزبدة ونزيدو جوج كيسان ديال السنيدة، نحاولو نخدموهم. الزبدة تكون بحرارة المطبخ. نحاولوا نخدموا الزبده مع السنيده مزيان حتى تعود في يدينا بحال شكل ديال بوماد رطبه. تخدم الزبده، من بعد نضيفوا عليها الزيت بشويه بشويه. حنا كنخدموا كنضيفوا الزيت باش ما تجيش لينا الزبده حبيبات. حنا كنضيفو الزيت وحنا كنخدمو الزبدة ديالنا باش متبقاش لينا حبيبات، تجي على هاد الشكل. دابا غادي نضيفو البيض. ما نطلع لد دابا غنضيفو الدقيق بشويه بشويه على هاد الشكل، وغادي نحاولو نضيفو الخمارات ديالنا. غادي نضيفو الفلون تا هو ديالنا باش يتخدم مع الحلوى ديالنا باش تجي متكامله. حنا كنضيفو في الدقيق
كبوا الفاني ديالنا على حسب الرغبه، اللي بغاها صفرا تجي الفلون ديال البنان، بغيتيها بنيه ديري فلون ديال الشكلاط، بغيتيها غوزيه كديري فلون ديال الفريز على حسب الرغبه. نحاولوا ندمجوا اللون مزيان ديال الفلون مع العجينه ديالنا على هذا الشكل، نجمعوها ما تكونش قاصحه وما تكونش هشيشه بزاف، انا راه فيها جوج خميرات الا خليتوها ثاني نحاولوا نجمعوا العجينه ديالنا وتكون على هذا الشكل هشيشه وماشي قاصحه بزاف. على بركه الله نحاولوا نحربلو الحربلات على هذا الشكل. حنا كنرشموه على هذا الشكل، المرشم ديالنا نكونو درناه في السنيده باش ما يلصقش لينا على هذا الشكل. احنا كملناها في المرشم، بعد ما كنكملوها بالمرشم كنحاولوا نزينوها بالفانيل ديالها. على هذا الشكل كتجي رائعه، نتمنى تعجبكم. حنا كنزوقوا فيها وبعد ما نزوقوها راه غادي ندخلوها الفران، درجه الحراره تكون مهيله ونطلقوا في الشكل النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي خوتي خواتاتي، بعد ما طابت لينا الحلوه ديالنا ديال الفلون اللي كتجي على هذا الشكل رائع ولذيذ، وراه كتعطي المقادير ها كطيب على هذا الشكل بنار خفيفه باش اللون ديالها ما يمشيش ليها. حاولوا اللون ديالها يبقى هو غوزي باهت على هذا الشكل، تحرقوهاش في الفران. نتمنى من الله تعجبكم، جربوها في ديوركم، نال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. الى فيديو جديد ان شاء الله مع قناة ام امين.